الحلقة العاشرة. الستات دول يا أخي أكتر ناس مبدعين أنا شفتهم في حياتي، حقيقي مبدعين ومكتشفين ومطورين كمان. أنت فاكرني بأفور؟ لا خالص. طب تعال أثبت لك. الستات بيعرفوا يخترعوا كل يوم خناقة جديدة، وكل يوم مدخلها بيبقى مختلف، فتاخدك على أخوانا كده، بيخلوك تكتشف في نفسك مواهب وردود وتفكير أنت ما كنتش تعرفه عن نفسك. لا، وياخدوا أي جملة أنت بتقولها وأي فكرة ويطوروها لمشروع خناقة مستجد وجديد. فوق كل ده بقى اللي حصل امبارح، الإيه سارة منبهرة جدا بأداء باسم في كل حاجة، تقولش شايفاه قدام محمد صلاح. وبعدين الزوجة والسند والظهر والحاجات دي اتلغت ولا ايه؟ مفروض تقف جنب جوزها لما يخسر في بلاي ستيشن زي ما بيخسر على طول. انا حاكين لكم مش تفرح فيه؟ يلا، احلى حاجة عملوها انهم قرروا يمشوا من عند باسم. هي مش احلى حاجة، بس انا هحكي لكم بقى بقية القصة. انا حازم زي ما بقيتوا عارفين. خلاص، من ساعة ما النيزك هد كل حاجة والعالم انتهى، وانا حاسس ان علاقتي بسارة كمان بتنتهي. كل حاجة أنا عايزها هي عايزة عكسها، وأكيد مش عايش حياتي على مزاجها. يعني هي عايزة على طول كلام ورغي واهتمام، وأنا زهقان خلقة. أنا كل اللي عايزه إن هي تسيبني في حالي، أعمل الحاجات اللي بحبها، أتفرج على تلفزيوني، ألعب بلاي ستيشن بتاعي، أقعد ساكت ما أتكلمش. هل ده صعب إنها تسيبني في حالي؟ كل ده كوم، وغيرت عليها ده كوم تاني. أنا ما أقدرش أفضل أقولها إني بغير عليها، هتفتكري إني ما عنديش ثقة في نفسي، بس انا بجد بتنرفز. يلا ادينا خلصنا من اللي اسمه بيسو ده. بس هي بصراحه طيبه ولذيذه ومتجدده، متجدده حتى في الخناقات. كل يوم خناقه جديده مبتكره. تفتكروا ايه خناقه النهارده؟ فاكر يا حزومي اول مره تقابلنا فيها قلت لي ايه؟ يعجبني فيك يا ساره حسن اختيار اوقات الرومانسيه. أنا رجلي مقاسها بقى 58 من المشي. هو حد قالك تمشينا من مهندسين لوسط البلد؟ لا لا خالص يا روحي، كنا نفضل قاعدين وأستاذ بيسو بيعكسك صح؟ كيوت قوي وانت غيران يا حزومي. بص يا سارة، هو ده بالظبط التلزيق اللي أنا بكرهه. صدقيني أنا مش ضد فكرك الرومانسي، أنا بس مش هشترك فيه بأي حاجة. طب امشي يا حازم، امشي وخلينا نشوف هنوصل لإيه. لا يا بيه، أي حاجة يا مدام والنبي. مدام؟ انا بحبش الكلمه دي. لا ما هو انا واقف جنبك يا حبيبتي، عايزة اقول لك ايه يا صاروخ، ايه يا حته مدام؟ ما اكيد هيقول لك مدام. طب اديني اي حاجه يا بيه، بيتي وقع وشغل باظ، انا اصلا مش من هنا، انا من طنطا. وطبعا عايز حق تذكره القطر عشان ترجع طنطا، ولا البيت اتكسر؟ لا عشان اروح بلطيم. طب لو سمحت يا استاذ، تعرف حد هنا يودينا بلطيم؟ اعرف. بص، تاني شارع يمين في قهوة، هي الوحيدة اللي لسه موجودة، عشان تحت الأرض في بدروم كده بيقعد عليها الأستاذ أحمد حسن المفكر، ده اسمه، هو اللي عارف. اديني بقى أي حاجة يا بيه، ساعدني والنبي. صدق وتأمن بالله مفيش في جيبي غير 100,000 جنيه، دول آخر فلوس معايا، ودول ما يجيبوش حاجة في الزمن ده، ما انت فاهم، أديك شايف بعينيك اهو. وما تحرجنيش بقى قدام مرات أكتر من كده، انت عارف ال 100,000 جنيه دول ما بيجيبوش لبان حتى. لا حول ولا قوة إلا بالله. لا يا باشا، خلي 100,000 جنيه دي معاك، يمكن تنفعك. ما يصحش كده يا استاذ. والله انت اللي ما يصحش، ما تمشيش من غير فلوس عيب، احنا اولاد اصول. يلا سلام عليكم. متشكر قوي، باي، سي يو. هو ايه القهوه فين؟ تاني شارع يمين. حزم، انت جبت المحفظه دي منين؟ اكيد ما سرقتهاش يعني، محفظتي طبعا. محفظتك ورده سرقتها على طريق المحور. اه صحيح، اتصرفت. ما هو الرجاله بتتصرف. اتصرفت ولا عندك محفظة تانية أنا معرفش عنها حاجة؟ زي ما لقيت أكاونت تاني ليك على الفيسبوك معرفش عنه حاجة برضو. بصي أنا هقولك الحقيقة. يبقى هتكذب، اتفضل. أنا معايا محفظة تانية لوقت الزنقة. أصل يا سارة بصراحة يعني أنت بتاخدي كل الفلوس تشتري بيها كريمات لشعرك ووشك، والنتيجة في الآخر زي ما أنت شايفة. شايفة إيه؟ قمر. طبعا يا حبيبتي، عشان كده بقولك مش مستاهلة يا روحي كل المصاريف دي. ويا ترى بقى مخبي عليا ايه كمان؟ اكيد يعني مش شايل ستات في جيبي. يا بنتي احنا في نهاية العالم. ولما احنا في نهاية العالم برضو بتخبي محفظتك؟ ده انت المفروض تقولي خديها يا حبيبتي، هاتي اللي نفسك فيه بمناسبة نهاية العالم. افرحي واتبسطي، اشتري ذهب، كلي سوشي، هاتي ميك اب، هاتي نفسك لبس جديد، مش تخبيها. اظن بعد الليسته اللي انت قلتيها دي اتاكدت اني صح، والحمد لله وصلنا القهوه. نبطل خناقه بقى. احنا مين؟ الحقيقة يا سارة، ده في ناس عايشة. سلام عليكم، لو سمحت هو فين أستاذ حسني شلبة؟
استاذ حسني في الطريق ردد من بلطيم عشان كان معاه لابو اخضر روب بيوصله زمانه على وصول. اتفضلوا. بس الكرسي ب 500,000 جنيه شامل الغدا والمشروب. ليه؟ هو احنا قاعدين في الجونه؟ ايه اللي افترى ده؟ مش عاجبكم تستنوا عم حسني في الشارع، اقعدوا بره جنب الاستاذ ابو شعر ده احسن برضو، اصلا المكان بشع. تعال نقعد في الاوبن اير يا حازم. بتقولي حاجه يا مدام؟ لا لا خالص خالص، بتتكلم عن رقي المكان وعن رقي حضرتك طبعا. هو فين الراجل ابو شعر؟ اتفضلي يا مدام. حتى انت هتيجي نروح بقى يا ساره بقى، وكفايه بهدله. بهدله ايه يا حازم؟ ده انا بحاول اتصرف عشان نوصل لبلطيم عشان نعيش مع ناس. معقول يا حبيبتي يبقى في ايدينا نقعد بعيد عن الناس ونروح لهم برجلنا؟ لاننا مش منطويه زيك. هو انت يا اصحابك يا لا خالص؟ هو انت بجد عايز تقعدنا هنا ومفيش حاجه خالص لمجرد ان دي كومفورت زون بتاعتك؟ لمجرد ان انت ما بتحبش المجهول؟ اقعد لوحدك بقى بقيت حياتك. افضل قاعد لوحدك يا حازم زي الراجل اللي جنبك ده، قاعد بقاله ساعه بيبص في الشمس منتهى البؤس. انت ايه يا اخي؟ صابر. اهو قال لك اهو، انا صابر بقالي كتير وانت مش مقدره. عفوا للمقاطعه، انا اسمي صابر يا فندم. احنا مالنا احنا يا عم صابر؟ انا قلت يعني اشوف حضراتكم يمكن تكونوا محتاجين مساعده اساعدكم يعني. انا عارف الجمله المنيله دي اخرتها ايه. حضرتك كنت مع ساره في الجامعه؟ حضرتك بتاخد بروتين؟ نعم. لا يا فندم انا اول مره اشوفها حقيقه. ساكن في المهندسين؟ عندك جيم في البيت؟ لا لا، انا ساكن في شارع شامبليون وعندي صالون ثقافي وادبي وسياسي في البيت. حضرتك بتشتغل في المقاولات؟ لا لا، انا بشتغل مفكر. معلش بتشتغل ايه؟ ما هو قالك مفكر، مهنه عظيمه وعميقه جدا. اشكرك يا استاذه، اشكرك ان في ناس لسه زيك بتحترم المفكرين واصحاب الراي. اشكرك ان في ناس لسه مصدقين ان النيزك ده كله مؤامره، بس احنا مش هنسكت عليه ابدا. ولو رحنا بلطيم وفضينا كل الاماكن هيبقى احنا كده بننسحب، ولا لا يمكن انسحب ابدا. احنا محتاجين بس نلاقي بعض، محتاجين الدعم المعنوي والفكري. عندك حق، مش هنحس بمعنى الراحه النفسيه الحقيقه غير لما ايه. لا لا، هي الجمله خلصت كده، مش هنحس خلاص. مظبوط. وهي دي مشكله ساره، الانبهار السريع باي حاجه واي شخص واي فكره، الحماس الزايد ده مش لضعف شخصيتها خالص، بالعكس ده لانها طول الوقت عايزه تجرب حاجات جديده. وانا طول الوقت بحب اعمل نفس الحاجه لدرجه اني قعدت البس نفس البيجامه المقلمه 12 سنه ورا بعض وما زهقتش. مش موضوعنا دلوقتي. يا رب صبرني على الاستاذ صابر يا رب. طيب يا استاذ صابر، فرصه غير سعيده بالمره والله. ان شاء الله نتقابل في ظروف احلك من كده. يلا يا ساره. يلا فين؟ دي القدم الاستاذ صابر مثمره جدا. مثمره؟ الف بركه، هنا بنتكلم صح، احنا يا دوبك نروح. انا طول عمري بتكلم صح وبفكر بمنطقيه وعمليه وبراجماتيه. اسمها كده يا استاذ صابر صح؟ ايوه ايوه براجماتيه انا عارفه. لكن انت بقى جواك مهزوز وغير متزن، اضافه الى انك بتكيل بمكيالين وغير متسق مع افكارك على الاطلاق. هو انت جبت الكلام ده منين؟ صابر ترانسليت. اوكي طيب، بصي اتحداكي لو انت فاهمه انت بتقولي ايه. يلا يا ماما يلا، ده انت كنت لسه بتتخانقي معايا عشان تاكلي سوشي. هو ايه ده؟ يا هر هر يا ندوق المر، مفيش وسط. لو سمحت انا ما اسمحلكش تتكلم معايا بالطريقه الديكتاتوريه دي تماما، حتى منظومه الجواز لازم تبقى مبنيه على نظام ديمقراطي. تاني؟ طيب ممكن تديني وتشجبي براحتك واحنا في الطريق للبيت عشان جعان؟ لا مش ممكن. انا هفهمها لك بطريقتك الجديده بعد ما قابلتي استاذ صابر جوجل بخمس دقايق. من اساسيات الحياه في هرم موسلو المأكل والمشرب والمسكن، وانا محتاج التلاته دلوقتي والا هفقد اعصابي. لا لا، الا اعصابك الا اعصابك، انا عندي حل يعني ممكن يحل لكم المشكله دي بكل سهوله. ايه هو؟ دكتوره بتحل المشاكل بين المتجوزين في الشارع اللي ورانا هنا، وحلت مشاكل مشاهير كتير جدا، ادخلوا بينهم مقاطعه يخرجوا بمصالحه جميله. تاثيرها ايه؟ قوي جدا وفعال. لا 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 خالص، شكرا يا استاذ، خليها لك. سلام عليكم. استنى هنا، انا عايز اروح للدكتوره دي. فجاه كده؟ فجاه. هو ده اللي عندي يا حازم، لو عايزنا نروح ودينا للدكتور الاول. شاطره دي بقى يا استاذ صابر، عبقريه. جاهزين؟ احنا ليه احنا فين احنا مين؟